هذا هو الموتور الخارج الذي يجب الماء الموتور الحامش الذي يستنزف الماء الذي كتعيش به المعاديد. إذا المعاديد غادي تمشي بحالها الماء الصحي وما ما عندهمش قانون باش يجبدوا هنا الماء. هو وصل الواد الماء ديال المعاديد كنطلبوا من الوالي السلطة باش تدخل باش يحرروا لنا الماء ديالنا. راها آلاف البشر اللي كتشرب من هذا الماء. هذا هو الواد ديال المعادي. ها المواشي اللي كيجمعو يشربو الماء ديال المعادي. ها هو من الواد ها المدخل اللي كتدخل الماء من الواد والماء ديال المعادي ما عندهمش الحق لأنهم تحت السد ديال التويرة. ولهذا كنطالبوا وقاموا باحداث ضيعات الى احلاف داخل الواد. ها مناش كيجدوا ها هو في وسط الواد من الماء ديال الواد الماء ديال الماليه. يعني هذا الماء ما عندوش باش يجدوه. كنطالبوا السلطات تدخل ومن القضاء تدخل ومن الشده تدخل. المعاديد راه غادي تموت بالعطش. الله يجازيكم بخير. الساكنه ديال المعاديد راه كتستغث وكتطالب بتدخل سيدنا الله ينصرو باش يحيد هاد المواسير اللي كيجبدو لنا لميها. راه الاف العائلات والاسر في المعاديد كتعيش بهاد الواد وابن عن جد. وهما جاو دابا كاين هنا 16 موتور كتجبد الماء. حنا كنقولو في راه الماء والماء هما كيشربوه لنا هما وكيديروا ضيعات جديده باش كيجبدو يدخلوا الماء من الواد. وكنحملوا المسؤوليه لصحاب الحوض المائي لانهم ما تدخلوش بشكل يعني قانوني ولائق وفعلي وفوري. لان حنا المعاديد راه كتموت النخيل ديالها كيموت. وعدة شيكات خمسه بها جمعيات سخويه ديال المعاديد ولكن لم يستجب له لقائد اوفوس وللمسؤولين. ولهذا كنطالبوا برئيس الحوضيات اي برفع الضرر وباش يجي يدير زياره ميدانيه ويتفقد ويشوف هاد المواسير وهاد المدخات اللي كتدخل الماء من الواد اللي كتشرب منه الساكنه واللي هو ملك ديال الساكنه واللي هو تحت من السد ديال الدويره. هما عندهم الحق باش يشربوا من الفوق ماشي من التحت. ولهذا كنطالبوا تدخل من السلطات المحليه والسلطات حتى الوزارات الفلاحه لان المعاديد راه يبست. المعاديد فيها الاف الاسر راه غادي يسرحل ان سير تنجور. راه هما لقينا ما نشربوا لا حنا ولا النخل ديالنا. راه حنا يبسنا والماء عندنا هنا ديالنا.